السلام عليكم. بالفيديو دنيا بطمة تثير الجدل بفستان فاضح. شاهد ماذا قالوا متابعيها. الله يا بنتي، الله يهديك ويصلح حالك. أوه ناري دنيا، أنت قريبة من أن تصبحي مايكل جاكسون. تعيش المغنية المغربية دنيا بطمة في تجاهل تام لطليقها ومطالبه، وتستمتع بأجواء الصيف بكل تحرر وإثارة، حيث تشارك لحظاتها الممتعة مع متابعيها على حسابها الخاص بمنصة انستغرام. وفي المقابل، وبالموازاة مع تهديدات طليقها محمد الترك بأخذ حضانة بناتها منها، قررت دنيا بطمة رفع مستوى الجرأة في لقطات جديدة على البحر. ونشرت المغنية دنيا بطمة صورة عبر خاصية ستوري على انستغرام لحظة تواجدها بشمال المملكة، حيث ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأسود. ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة بفستان جري من تصميم بلال فاشون وشعر مستعار، ولكن إطلالتها لم تحظى بإعجاب العديد من المتابعين، وهذا ما دفعها لتعليق التعليقات. وجاء في التعليقات التي انتقدت إطلالة دنيا بطمة: الله يا بنتي، الله يهديك ويصلح حالك. وقالت متابعة أخرى: أوه ناري دنيا، أنت قريبة من أن تصبحي مايكل جاكسون. وحذرت متابعة أخرى دنيا بطمة من العقاب الشديد من الله قائلة: والله العظيم ستعاقبين على ما تفعلينه، لا أصدق أنك تتجاهلين كيف خلقك الله، هذا محرم، كنا نحبك كما كنت، ولكن الآن تظهرين بشكل غير لائق، الله يهديك. وعلى ما يبدو لم تلتفت الفنانة دنيا بطمة إلى هذه التعليقات، حيث انتقلت إلى خاصية ستوري وعرضت إطلالتها الجديدة. ومن جهته، عاد المنتج البحريني محمد الترك من جديد لإثارة الجدل، بعدما هدد مرة أخرى بأخذ حضانة ابنتيه غزل وليلى روز من والدتهما الفنانة دنيا بطمة، كونها لا تقضي معهم الكثير من الوقت بحكم انشغالاتها وارتباطاتها الفنية.